لهذه الوصفة يزمن المكونات التالية نحتاج أربعة أكواب من الطحين فارينة طحين عادي متعدد الإستعمالات، نصف الكوب من الحليب يكون دافئ ونصف الكوب من الماء ممكن نحتاج كمية أكثر من الماء ربع الكوب من الزبدة، نفس الكوب الذي نقيس به الطحين نقيس به المواد السائلة، نحتاج بيضتين كبيرتين حجم. ملعقة أكل من خم... خميرة الخبز الجافة، ملعقة شاي واحدة وربع من الملح وملعقتين مملوءتين جيدا من... من السكر الناعم، أولا في صحن صغير نضع الخميرة مع القليل من الماء الدافئ، نخلطهم هكذا ونحتفظ بهم جانبا لتتفاعل الخميرة، في هذا الوقت نخلت أو غربلت الفرينة في صحن أوسع. ثم أضيف المواد الجافة، أضفت السكر الناعم البودرة والملح، نمزجهم مع الطحين، ثم نضيف المواد السائلة، أضفت الزبدة الذائبة، تكون ذائبة ودافئة، بيضتين، و الخميرة المحللة في الماء تجدون مكونات مكتوبة في صندوق الوصف بالكوب وبالغرام وبالمليلتر أيضا أضيف أيضا الحليب الدافئ دفعة واحدة أمزج الكل مع بعض طبعا ممكن تعجنون باليد كما عجنت أنا باليد ممكن أيضا تستعملون العجانة عادي هكذا نخلطهم ثم نضيف الماء القدر الذي يجمع به العجين هنا أنا استعملت كوب إلا ربع من الماء، يعني مجموع الماء الذي استعملت كوب إلا ربع، هكذا حتى يجمع العجين، ثم ندلك العجين جيدا فوق طاولة العمل، حتى نحصل على عجين يكون أملس وطري وغير لاصق، هكذا كما ترون العجين طري كما ترون ولين وغير لاصق، ندهن العجين بالزبدة. مسحة خفيفة هكذا بالزبدة ثم نغطيه ببلاستيك الغذائي وندعه يختمر على الأقل ساعتين بالنسبة للكرواسون يعني من أسباب نجاحه هي مدة الاختمار وغطيه هكذا وأتركه يختمر ساعتين كاملتين هنا بعد ساعتين كما ترون تضاعف حجمه ثلاثة مرات عندي القليل من الزبدة المذابة كمية قليلة جدا فقط ل يعني أدهن كفية لأعمل العجين هكذا نضع العجين في طاولة العمل ثم نمدده كما ترون ثم أقسمه إلى 12 وحدة متساوية الحجم ثم نشكل كل وحدة كرة. في كل مرة نعمل الكرة ندهن كفينا بالزبدة وفي نفس الوقت تكون الكرات مدهونة، نغطيهم ببلاستيك وندعهم يختمروا نصف ساعة أخرى. هنا بعد نصف ساعة كما ترون العجين اختمر. هنا ذوبت ربع كوب من الزبدة. ما يعادل خمسون غرام، ثم كل كرة أمدد كل كرة بدهنها بالزبدة هكذا وأضعها فوق الكرة الأولى حتى نحصل على أربعة وحدات الواحدة فوق الأخرى. هنا عندي ثلاث طبقات أضيف الطبقة الرابعة. هكذا ثم أحتفظ بهم جانبا وفي وأتم العملية وغطيهم بالبلاستيك الغذائي كما ترون تحصلت على ثلاثة مجموعات بكل مجموعة أربعة طبقات وغطيهم ببلاستيك غذائي ودعوهم يختمروا مدة خمسة عشر دقيقة حتى تبرد الزبدة ويسهل علينا تمديدها فيما بعد هنا بعد خمسة عشر دقيقة أخذ المجموعة الأولى المكونة من أربعة طبقات أمددها هكذا باليد في هذه ال... في هذا الوقت لا أستعمل الزبدة نمددها باليد هكذا أقلبها من الجهة الأخرى وأيضا أمددها جيدا حتى أحصل على أسطوانة كبيرة أقطعها بهذا الشكل كما ترون إلى نصفين ثم إلى أربعة ثم كل ربع إلى نصفين وأشكل شق صغير هكذا في الحافة ثم أضع الشوكولاتة هذا إذا أردتم أن يكون الكرواسون محشو نلف في كل مرة نمدد ونلف نمدد ونلف لنحصل على وحدة بشكل الكرواسون هنا وضعت القليل من جبن الفيلادلفيا بالنسبة للحشو اختياري تستعملون جبن أو شوكولاتة أو تلفون بدون أي حشوة تلفون هكذا مع التمديد في كل مرة ونضعها في صفيحة فرن بها ورق الطهي نحصل على 24 وحدة كرواسون نضعها ندعوها هكذا تختمر مدة 15 دقيقة بعد 15 دقيقة وضعت هنا بيضة واحدة القليل فقط من الحليب قهوة سريعة الذوبان أو قهوة سائلة والقليل من السكر أخلط الكل مع بعض وأدهن بهم وحدات الكرواسون طبعا في هذا الوقت أكون قد شعلت الفرن 200 درجة مئوية ما يعادلها 400 فرنهايت مشعول من تحت فقط بالنسبة للصفيحة أدخلها في الرف الوسط من الفرن لا يأخذ وقت في الطهي 15 دقيقة فقط يتحمر ويستوي بسرعة هنا هذه الصفيحة الأولى أخرجتها بعدما استوى وتحمر جيدا كما ترون جدا خفيف ورائع في هذا الوقت أدخل الصفيحة الثانية لتستوي جدا خفيف يكون مقرمش من الخارج ومهوى وخفيف من الداخل هذه الدفعة الثانية أو الصفيحة الثانية، أتمنى تجبكم الوصفة جربوها وتنجح معاكم، بإذن الله لن تندموا وصفة جدا رائعة واقتصادية وسهلة التحضير، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وعمل إعجاب والى الفيديو القادم شكرا على المتابعة.